مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا، إن كنتوا داخل لبنان أو خارج لبنان. دائما بنقول للمغتربين لبنان مشتاق لكم. أصدقائي، بلش موسم السياحة البيئية بكل المناطق اللبنانية ولا سيما شمال لبنان ومناطق عكار وأهدن وزغرتا وبشري، مدينة طرابلس والضنية والمنية وبحنين، ودائما المناظر والمواقع السياحيه المتميزه حقيقه بتستاهل زيارتكم، ودائما لهواة السياحه البيئيه بننصحهم يقصدوا مناطق الشمال. مرايا الشمال هو جسر محبه، جسر عبور بين شمال لبنان وكل المناطق اللبنانيه، جسر تلاقي وحوار، ودائما بهمنا ننقلكم الصوره الحضاريه عن شمال لبنان. اليوم اصدقائي حلقه غنيه، نحن وياكم وكاميرا الزميل امير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. العام التالي على التوالي طبعا سوشيال واي وفخوري اللي غامرت بهالمشاريع اللي فعلا سياحيه بيئيه اجتماعيه، واصرت على انه يكون في بايك لتريبولي يكون نهار حضاري، ودائما تعودنا بمعرض رشيد كرامي الدولي على هالجمعه الحلوه. اليوم طبعا نحن عم نركض دائما في شعارات اهم شيء البيئه، واليوم نساء للعمل الديمقراطي، مش هيك؟ وفخوري يعطيك العافيه للعام الرابع، خبريني عن الراكبه بدايه. أنا بيهمني رضا الناس، أنا أهم شيء بالنسبة لي إنه نعمم هالثقافة وبنفس الوقت تكون الناس مبسوطة. بيهمني إنه يضل محافظ على رقي معين وعلى صورة معين هي يلي بدنا إياها، صورة لطرابلس. وبعتقد الحمد لله يعني بتعاون الجميع وبدعم كل أهل طرابلس عم نقدر نوصل لهالصورة هيدي، بدنا نطورها مع الوقت لنخلق من طرابلس أول مدينة نموذجية للدراجة بلبنان. ودائما نحن متعودين نحمل شعارات وطنية من آمن فيها من خلال الظرف اللي كنا عايشينه، واليوم نظرا لظروف الانتخابات وموضوع الكوتا حملنا شعار نعم للنساء في مواقع القرار، وهيدا بعتقد قبل ما نحكي في شعار هو حق انساني. واليوم نصف المجتمع مغيب، بدنا نشكر الكل ونشكر دعم الكل يلي كل القيادات، يمكن هيدا من المشاريع القليله بطرابلس يلي منه مبصوم لتيار معين، وبنفس الوقت كل التيارات وكل القيادات داعمه بكل جهودها بحضورها معنويا وماديا. انا بدي اتوجه باسم جمعية سوشيال واي واسم بايك طرابلس ألف شكر. وما بدنا ننسى البلديات من كل المناطق داعمة، بس اليوم في دعم كبير إجينا من بلدية جونية برئاسة الشيخ جوان حباش. أنا ما بس أنه قدموا لنا جسرين أفا وج، وهني من أهم جسورة بجونية، فؤاد شهاب وسولديني، ولكن هني عندهم مشروع اليونبوع يلي هو مشروع كتير مهم سنوي بجونية بنفس النهار، وعطيونا جسورة لألون. فأنا باسم كل أهل طرابلس بدنا أقول لك ألف شكر، لأنه هيدي دعم منيح على طرابلس. قديش اجينا اتصالات من جوني انه انتم عاملين هيك مشروع بطرابلس، نحن حابين نشارك. فبدنا نقول لك من اهل طرابلس ومدينه طرابلس الف شكر، واهلا وسهلا فيكم بمدينتكم. تسلم. مشاركه واجب بين كل المدن اللبنانيه، ان شاء الله هالنشاط يلي اليوم عم بيصير هون يتعمم وين ما كان. والشيء الحلو عندك انه هالدمج النشاط بين فيما بين الباديات والجمعيات الاهليه. يعني اليوم نهار ممتاز بطرابلس، نهار بيئي، نهار سياحي بيئي بامتياز. نحن بنحيي جمعية سوشيال واي على البايك الرابع يلي على السنة الرابعة على التوالي عم تعملنا اياه بطرابلس، بوجود العدد الكبير من المشاركين. يعني مثل ما شايف كلنا سوا على البسكليت. لا شك نحن عم نأكد تماما الوجه الحقيقي للمدينة. تعرضت المدينة لكثير محاولات لتشويه صورتها لشيطنتها وتصويرها كأنه مدينة مسكرة على حالها. هاي مدينة للعيش المشترك، هاي مدينة للحياة الطبيعية، واليوم كل هالمظاهر عم تشوفوها هي تأكيد لهالصورة هاي. مثل عادة قطاع المرأة طيال عزم عنكم حضور بكل المناسبات الحلوة، خبروني اليوم عن النشاط الحلو
قديش حلوه طرابلس بهالصباح؟ صباح الخير. اكيد طرابلس كثير حلوه اليوم، كل اهل طرابلس منشطين اليوم. بايك تريبولي من النشاطات اللي مستمر له 4 سنين، يعطيهم الف عافيه مدام وفا خوري وكل القيمين على النشاط. نحن مثل ما قلت بتوجيهات من دوله الرئيس دائما مشاركين بكل قطاعاتنا، قطاع المراه وشباب العزم وكل القطاعات بالعزم، تنقضي نهار حلو بطرابلس مع كل ضيوفنا من كل المناطق. اليوم مع النشاط اليوم الرياضي نشاط كتير حلو والبنات كتير مبسوطين ومرسي للكل. أنا أجمل شيء اليوم هلا عم صور وأحلى شيء بطرابلس وأجمل ما صورته هذا هو هالمشهد هيدا، وهي طرابلس وبدها تضل هيك، ونحن ناطريكم. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا العمل. النشاط كتير بيشجع العالم لحتى يركبوا بسكليت، وكمان بيشجع المقاعدين لحتى يحسوا انه هن مثلهم مثل كل العالم. بدنا بنتون عمارة طرابلس شكرا. يعني حقيقة منروح منغيب ومنرجع طرابلس ونرجع منشوف كيف كل يوم عم تكون طرابلس أحلى من يوم. بالفعل كل أيام الحلوة اللي عشناها بالزمان رجعت، ورجع الوضع أكثر من طبيعي من بعد هالغيمة السوداء اللي قطعت فوق طرابلس خلال سنتين 2012-2013. والقضية اليوم اللي تحت عنوانها البايكتون يلي هو دعم المرأة، هيدي كمان قضية أنا حاملها ببعلبك. سبق وعملنا أكثر من نشاط لتمكين المرأة من المشاركة بالحياة السياسية وبالانتخابات، وهيدا البايكتون رح يرجع ينعمل كمان بنسخة بعلبكية منه بالتنسيق مع السوشيال ويز أكيد بمحافظة بعلبك الهرمل، إن شاء الله صوب تشرين أول أو تشرين تاني. أول شيء دولة الرئيس بآمن أنه طرابلس هي عاصمة العلم والعلامة، والرياضة هي علم بنفس الوقت لأنه هي تربية ثقافية واجتماعية بنفس الوقت. فجمعية العزم والسعادة بتدعم جميع النشاطات الرياضية بطرابلس، واليوم طرابلس رجعت على الخريطة الرياضية بكل لبنان. شمال وطرابلس اللي هي قلب لبنان كانت، وإن شاء الله بجهودك وعم تضوي على الشغلات المنيحة في طرابلس اللي عم تحصل ترجع طرابلس لأيام زمان. أنا ببارك كل خطواتك اللي عم تعملها وما شاء الله عليك. اليوم الأنظار كلها مشدودة لطرابلس، والعنوان حلو كتير، والعنوان هو حق من حقوقنا. فنحن بدنا نقول إنه الفرح والحيوية ما بتغني عن المطالب الأساسية. كلياتنا بنتذكر إنه من 4 سنين لما كان الوضع متوتر بالمدينة، كانت السوشيال واي وعلى رأسه على رأس رئيس الجمعية كانت ما قبلت إلا ما عملت هالحدث البيئي الثقافي لمدينة طرابلس، ووقتها شارك من كل المناطق اللبنانية ومن كل مناطق الشمال شاركوا بهالحدث، وكان أكبر دليل أن طرابلس هي مدينة التعايش ومدينة لجميع اللبنانيين، وقدرة تلعب دور كبير بالمستقبل على كافة المستويات. طرابلس أنا بعتبرها المدينة السياحية الأولى للبنان، أنا بعتبرها عاصمة لبنان السياحية. فعلاً نهار بيبعث بالأمل لطرابلس ولكل لبنان. بتشوف قديش في تنوع لبنان كله عم نشوفه هون، أهمية الرياضة تتجمع العالم مع بعض، أهمية الرياضة للتنمية. نحن اليوم بطرابلس يوم حلو وسعيد بهالنشاط المميز وبتنظيم من سوشيال واي اللي منوجه له تحية كتير كبيرة، لفعلا انه قامت بتحدي كتير كبير للسنة الرابعة على التوالي، وتقدر تجمع كل لبنان بمدينة اللي بدي اعتبرها من خلال هالنشاط والنشاطات الاخرى اللي عم تصير بهالشهر انه مدينة الطلاقة، مدينة المحبة، مدينة الانفتاح على كل اللبنانيين. نحن للسنة الرابعة عم نرعى كرعاة اساسيين لهالحدث. شفت الفرحة، شفت الابتسامة، شفت الجو الحلو والجو المرح بين الشباب والصبايا من المدينة اللي مرق عليها كتير أيام صعبة، واللي إن شاء الله هالأيام ما بتنعاد. نحن جينا أول شيء لنوعي العالم على أهمية السلام المرورية وأهمية الالتزام بقانون السير. نحن نادي السلام المرورية بطرابلس، رأسنا سلامات رؤية الفيحاء.
عملناه أول شيء لأنه أطلقناه كرمال لأنه كل سنة بيموت 80 واحد 80 ولد هو عم بيقطعوا من المدرسة. أول شيء بدي أشكر الطلاب، طلاب الجامعة اللبنانية مرعب وموسى ونورة ومروة وهناء اللي سووا هالإنجاز الكبير. هي أول تجربة كبيرة مع الجامعة اللبنانية مقارنة مع طلابي بباريس. كيف كان الجو اليوم؟ شو لقيتي هالسنة غير الشكل عن السنوات الماضية؟ كتير حلو هالسنة، حسيت في ناس أكثر من العادة، وكتير حلو كيف كلنا منيجي وبنتسلى بنعمل شي بيسلي. رعى معالي وزير العمل الأستاذ محمد كبارة مؤتمر تحت عنوان معا لحماية أطفالنا بدعوة من المركز العربي للإنماء الثقافي وبالتعاون مع منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية ونقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان، وذلك في إطار سلسلة نشاطات تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان والطفل. وأقيم المؤتمر في المدرسة الأوروبية اللبنانية أكتيل في الكورة، وحضر المؤتمر حجم كبير من شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية وتربوية وهيئات من المجتمع المدني. بداية أتوجه بالتهنئة لرئيسة المركز العربي للإنماء الثقافي، رئيسة رابطة أمهات طرابلس الدكتورة ندى المؤذن الأيوبي لمناسبة تعيينها سفيرة للسلام وتكليفها تشكيل هيئة مكتب لبنان لمنظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان. اليوم المعهد دكتورة ندى هو معهد الإنماء الثقافي، وهو معهد يهتم بالثقافة العربية، وهو أقام المؤتمر لمناسبة افتتاح مكتب منظمة السلام، وكان هذا جميل جدا. بحب أقول لدكتورة ندى ألف مبروك على رئاسة المركز لحماية حقوق الإنسان والأطفال، وطبعا هلأ محور المؤتمر هو الأطفال وعمالة الأطفال والتسرب المدرسي. بقلها برافو على الفكرة، فكرة المؤتمر، يعطيها ألف عافية. طبعا نحن راح نضوي على هالأمور كلها هلأ بالأحاديث بالمداخلات بالمؤتمر. عمل حلو مميز هو للطفولة، والطفولة اللي هي عم تعاني كتير بلبنان، ونحن عم نعاني كتير بالمؤسسات التربوية ومجتمعنا المدني، أنه عم نشوف كتير انهيار خلقي واجتماعي وتنموي وتربوي. لا سبب، بدنا نمسك الخيط نحن من أوله ونشوف الطفل بدء من الطفولة، هالطفل المعذب، يعني هالطفل اللي هو ما بيده حيلة، خلق ليشوف هالمأساة، خلق ليشوف هالشي اللي صاير فينا، شو بيعمل؟ لحنا اللي بدنا نلمه. هالمؤتمر هذا ما بيكون فعال إلا لنتابع عملنا، نتابعه بلجان ونكفي فيه إن شاء الله، ونشوف نقدر كيف نشغل الطفل ونرده عن الشوارع والتسرب. شغلة تانية، إنه لحنا المهمة اللي لحنا أجتني من وزارة ستوكهولم وزير سويدي، إنه السفيرة أممية دولية، بناء العمل كتير نحن بنعمل ندوات ومؤتمرات تربوية تنموية اجتماعية، بيشوف العمل الناجح مثل مجلس الاتحاد الأوروبي، وبنينا هالمؤسسة العظيمة الكبيرة، مؤسسة أكاديمية جامعية ومهنية، والحمد لله نجحت فيها 100%. تعلم حضرتك أنه هناك للأسف تغول على الأطفال في الوضع العربي الراهن بسبب الصراعات التي لا يوجد للأطفال أي سبب رئيسي فيها، لذلك نحن كمنظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان نهدف إلى التركيز على حماية الأطفال من الإساءة وحماية الأطفال من الحروب والصراعات. وهناك رسائل موجهة من المنظمة إلى المجتمع العالمي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، بحيث أن نركز على الطفل وحماية الطفل إن شاء الله. هذه مبادرة يشكر عليها دكتور رهيف الأيوبي، دكتورة ندى الأيوبي، لأنه انطلاقا من المركز الإنماء الثقافي، مركز العربي للإنماء الثقافي، بالتعاون مع المنظمة الدولية المعروفة بالسويد لجمع الجهود مع الإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية وأصحاب الاختصاص وكمان المجتمع المدني للفت النظر حول أطفالنا اللي
لحمايتهم بالضبط، مشان هيك اخترنا هالعنوان من أجل حماية أطفالنا. نعم، الحقيقة الدكتورة ندى هي السباقة دائما لهالمواضيع هيدي، وتقوم بجهود مشكورة فعلا على هذه الأعمال كلها، وهي معنا عضو في النقابة عنا، حضرتها بالنقابة عنا، إضافة إلى إشرافها على المؤسسة، وسفيرة مؤخرا كمان يعني منظمة دولية. نعم، والحقيقة كلفتنا وشرفتنا بالتكليف هذا، أنا نحن كمان عن دور التسرب الطلابي أو مسؤولية النظام التربوي في هذا التسرب. يأتي هذا اللقاء في إطار أنشطتنا المتعلقة بالتوعية بحقوق الإنسان وفي طليعتها حقوق الطفل، والتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية يمكن أن نصل إلى تحقيق بعض المطالب وإلى مكافحة عمالة الطفولة والتسرب المدرسي، وهذا هو الأمر المهم. وخلاصة الأبحاث والدراسات التي ستقدم اليوم في هذا المؤتمر سنستخرج منها التوصيات المناسبة ونتابعها لدى المراجع المعنية، وأعتقد أن هناك دور أساسي للمجتمع المدني وللجمعيات الأهلية في هذا المجال. ريبراندينج تريبولي بتضم نخبة من شباب وصبايا وسيدات طرابلس طموحهم الوصول بمدينة طرابلس إلى واقع انمائي وثقافي واقتصادي واجتماعي وسياحي وحضاري متميز. واليوم نشاط فعلا متميز بشارع جميل عدرا، حول هالشارع لمعرض طول النهار اشترك فيه مؤسسات اقتصادية تجارية وجمعيات وهيئات محلية، وكان نهار مليء بالفرح والنشاطات الفنية. ورعى هالنهار محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة، وحضر أيضا إلى جنبه رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة بشمال لبنان توفيق دبوسي، بالإضافة لفعاليات سياسية اقتصادية وهيئات محلية. والله يا منذر بيك، هالمدينة فيها كنوز على أهلها وعلى قياداتها وعلى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني آمن أنه قيامة لبنان من طرابلس. دكتورة غينا مواس، اليوم حضرتكم ريبراندينج تريبولي، يعني جمعية بالقطاع الأهلي والقطاع المدني، عم تعملوا حياة بشارع نديم الجسر. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء اليوم في كتير أشياء حلوة تصوروها عن طرابلس، ونحن بنتكل اليوم على وسائل الإعلام حتى توصل صورة طرابلس الحقيقية للكل. هيدي الصورة مثل ما أنك شايف منظر هوني، كل الناس مبسوطة وفرحانة. الهدف من هالمشروع بصراحة هو أنه نشجع المنتجين المحليين وأنه نشجع التجارة بطرابلس، وهيك شوي شوي هالنشاطات هيدي ممكن كمان تعجل العجل الاقتصادية. اولا استاذ منذر، بيسعدنا انك انت تكون بيناتنا، لان عودتنا دائما تغطي كل مهرجانات الشمال والايفنتس، ونحن بنعتبرك انت مرايه الشمال. هيدي بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه، نحن بنتمنى انه هالايفنتس يلي صاير او اي شيء بيصير بالبلد يعملنا نتيجه اقتصاديه ويحررنا شوي من الواقع اللي واقعين فيه. طرابلس مدينة سياحية بامتياز، وهذا عم بثبت مرة جديدة بهالإيفنت اللي عاملينه مشوار بطرابلس. يعني الشباب والصبايا يعطيهم العافية على هالإيفنت الحلو يلي عم نشوفه اليوم بهالستندات يلي عم يعرضوا فيها منتجاتهم. نحن منحييهم ومندعمهم ومندعي كل العالم تجي تتفرج هون شو عم بصير بالنهار المميز بطرابلس. الصبح سياحة بيئية وبعد وهلأ ظهريات
كمان سياحة اقتصادية. والله نحن هيدا ثالث ايفنت بنعمله رسمي. اول ايفنت عملنا ابلكيشن موبايل ابلكيشن لطرابلس، يعني بتجيب حدا صيني ومعه هالابلكيشن هيدي بيقدر يروح على كل معالم طرابلس ومطاعمها ومستشفياتها وكل شيء، وحتى بتكون اوفلاين القصه، يعني بيقدر مع ماب. عملنا هيديك اليوم كمان ايفنت فيستيفال ستريت يعني بمينو بالمينا، وهلا هيدا ثالث واحد. عم نحاول انه نحن نخلي هالناس، وعم نجرب نجيب من برات طرابلس ينزلوا على المدينه لهون، وهيدا سوق تجاري والمحلات مثل ما انك شايفها كلياتها فاتحه. اليوم كثير حلو، بعدنا باول نهار، النهار بيمتد للعشرة بالليل نحن، ونحن عندنا اكتيفيتي ونشاطات. هلا جاي كل نص ساعه بده يطلع في نشاط، في باريد، في جونجلر، في ميوزيشن، في ارتس وكرافتس للاولاد بعد الظهر، في كيدز شو على البوديوم بعد شوي، عشيه في اثنين لوكال ميوزك باندز كمان بدهم يدقوا، كمان احنا بنحب نشجعهم. الارتستيك فلير تبع طرابلس لازم تبين كمان ضمن الريبراندنج اللي نحن بنتوجه له. تعودنا دائما بهالمركز الحضاري، مركز غسان بيك الثقافي بالجامعه المرعبيه، على لقاءات حضاريه متميزه. اليوم بازار ربيع اللي هو حدث موسمي بتنظمه اللجنه النسائيه بالجامعه المرعبيه، اللي معوده دائما على استقطاب حرفيين، فنانين، مثقفين ومونه، وخصوصا نحن على ابواب شهر رمضان، شهر رمضان شهر الخير والبركات. وكمان نقول مبروك للاستاذ وهيب المرعبي المحامي اللي حضرتك امين عام الجامعه المرعبيه، نتمنى لك ان شاء الله عهد ميمون. تسلم، الله يخليك، كل ذوقك والله يبارك فيك. نحن مثل ما قلت حضرتك، نحن صار في عنا شيء اسمه مشروع ثابت سنويا اللي هو بازار الربيع. هذا البازار اللي بتنظمه الهيئة النسائية في الجامعة المرعبية، المؤلفة من سيدات المرعب، واللي منسقة هذا القطاع هي سيدة فادية المرعبي. هذا نحن اليوم المعرض هو مثل ما قلت حضرتك معرض في بعض المنتوجات للموني بالنسبة لبداية على بداية شهر رمضان، أعاد الله علينا وعليكم بالخير. وفي عنا بعض الأشياء الحرفية اليدوية اللي هي عن جد بتكون رائعة جدا الموجودة معنا بهذا المعرض. في عنا اليوم منتجات مختلفة، أشغال يدوية، عنا منتجات كروية، عنا أشياء مختلفة ومتنوعة. وبحب وجه تحية كتير كبيرة للمهندس غسان بيك المرعبي، رئيس الجامعة المرعبية، اللي بنى هالصرح هيدا اللي هو مجمع غسان بيك المرعبي الثقافي الاجتماعي. اليوم اللجنة النسائية يعني مسابرة على النشاطات بالجامعة، انه طبعا في ستات بتشتغل بايدها شغل حلو كتير، هيك كلهم بيجتمعوا بيتعرفوا على بعضهم، بتيجي الناس بتتعرف على هالشغل الحلو، هن بيستفيدوا والناس بتقدر تساعدهم بطرق معينه، وان شاء الله بضل المعارض ماشي على طول بكل المناطق. بضل كم يوم مش هيك؟ 3 ايام. بدنا يا ريت شي منطقه بالشمال بطرابلس بالذات مثل ما بيقصوا السواح المناطق الثانيه يلي فيها اشياء اثريه والانتيك، بتمنى يكون عندنا هيك شيء بالشمال. بالنسبه للجنه النسائيه في الجامعه المرعبيه، انا بعتبرها لجنه مهمه جدا وناشطة جدا، ونحن بنحترمها كثير. اولا عددها كبير، وهندي فايتين على قلوب الرجال بشكل عام، فايتين على قلوب كل اهلنا. فاذا ما كانت ترضيني الست ما بيرضى الرجال، ولا بترضى لا الصبيه ولا ابنها. هيثم صابوني، انت من شركه سابكو اللي هي اليوم عم تهتموا بموضوع تدوير النفايات، مش هيك؟ اليوم نحن عم نعيش مشكله نفايات بكل البلد، شو عم تقدموا؟
أول شيء مساء خير وشرف كثير كبير لأنه نحن اليوم موجودين برحاب الجامعة المرعبية. نحن اليوم موجودين بهدف توعية، بهدف رسالة اللي نقدمها بتوعنا بالمشكلة العامة اللي عم نحن عم نشارك فيها عم نعاني منها بالمجتمع اللي هي النفايات. وجودنا هون بس حتى نوعي الناس على فرز النفايات، على فرزها، على حط كل قسم لحال مثل ما انك شايف، المواد العضوية لحال، الكرتون لحال، البلاستيك لحال. شو هدفنا؟ هدفنا حتى نعيد استعمالها لهيدي المواد اللي نحن فرزناها. احتفلت حلبة وعكار ورحبي بمعرض عن الطاقة المتجددة للمهندس إيلي منصور، وحضر الاحتفال شخصيات سياسية ودينية ونقابية وحجم كبير من المهتمين. اليوم نحن فرحانين يا أستاذ إيلي، بعرفك قديش أنت جدي في عملك، واليوم أنت بتشارك بتطوير الثقافة والإنماء في عكار بافتتاحك هذا المركز. وليس غريباً أن ينتج هذا البيت أن ينتج مهندسا، لأنه بيت مفعم بالذوق ومفعم بالأخلاق ومفعم بالقيم. فهذا الأستاذ إلي 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 لا إلي إلي طيب هو وردة من باقة وحديقة غناء، أعطتنا زهورا وورودا تنفحنا دائما بالشذا وتنفحنا دائما بكل طيب. المهندس إيلي منصور نستمع له شوي ويشرح لنا شوي عن الطاقة المتجددة. تفضل. أنا بدي أقول إنه نحن اخترنا هالمجال وشددنا عليه بالرغم من إنه مكتبنا هو بيتعاطى كل الأنشطة الهندسية الإلكتروميكانيكية المتعلقة بالتكييف والتبريد وبالري الذكي وأنشطة متعددة ومتنوعة، ولكن أنا منحاز إلى الطاقة المتجددة بصراحة. هذه الطاقة التي تسقط كل يوم دون أن نعيرها الاهتمام اللازم صراحة. يعني كل يدنا بنشوف الشمس بتشرق وبتغيب بس ما بنعرف شو عم نروح علينا. بدي أقول هذه الطاقة هي رهيبة، أنا رهيبة بشكل عام وغير مرتبطة بمكان. يعني أنا بقدر ولد كهرباء مكان مطرح ما بتشرق الشمس، يعني في أي مكان. وأخذنا عاتقنا بالنقابة لخدمة مجتمعنا المحلي الشمالي عموما والطرابلسي خصوصا، لوضع أسس الأبنية الخضراء. وتم وضع هلأ حاليا حطينا الأسس تبعها، حطينا كتيب وافق عليه المجلس الأعلى للتنظيم المدني. نحن لحنا نبلش نعتمده تقريبا بعد فترة بكل الأبنية اللي سوف تشاد هون. طبعا المعايير الأبنية الخضراء قايمة على توريد الكهرباء اللي زميلنا اللي اليوم عم بيطلقها، توليد الكهرباء بالفوتوفولتايك، يعني هيدي بالألواح الفوتوفولتايك، ترشيد استهلاك المياه بجزء منها، و موضوع الأثر البيئي اللي ممكن يتأثر في أي توليد طاقة. بنهاية حلقتنا أصدقاء المشاهدين، بدي أرجع أكرر دعوتي لكم لزيارة شمال لبنان، خصوصا المواقع السياحية والبيئية والأثرية اللي فعلا متميزة بشمال لبنان، طبعا كما أيضا متميزة بكل المناطق اللبنانية. برجع بدعيكم لزيارة شمال لبنان بدءا بالبترون ووصولا لأقاصي عكار في جبل أكروم ومنطقة وادي خالد. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، أما التصوير لأمير سليمان، وإلى اللقاء.